حيكون الخطاب ديالي يعني كيهم بالأساس الحالة النفسية ديال المواطن تجاه هذا الوباء على العموم، ونتكلم على بعض الاضطرابات النفسية وبعض الاختلالات اللي يمكن تنتج على هذا الوباء هذا. فكما كنعرفوا بأن هناك يعني ناس اللي هما سبق لهم مرض وسبق لهم يعني كيجيو يتعالجوا عند المهنيين ديال الصحة النفسية، وبالتالي يعني من المنتظر في هذه الفترة هذه ديال هذا الوباء هذا باش يعرفوا انتكاسات وتفاقمات ديال الحالة ديالهم نظرا للتخوفات ديالهم والهواجس ديالهم ونظرا ديال الشخصية المريضة الهشة اللي عندهم. وبالتالي فهذا الشيء منتظر، وحنا على أهب استعداد باش نواجهوا هذا الشيء، وحنا موجودين والأبواب ديال المستشفى مفتوحة لهاد المرضى ديالنا اللي هما كيعانيو من اضطرابات نفسية سابقة، ومنتظر باش الحالة ديالهم تعرف واحد انتكاسات جديدة، وبالتالي فحنا على أهم استعداد. كذلك هناك بعض الناس اللي هما يعني بين قوسين توازنين، ما عندهمش أي اضطرابات معروفة إلى آخره، ولكن في هذه الظرفية هذه ممكن نظرا سواء الهشاشة ديال الشخصية اللي عندهم، سواء الاستعداد قبلي ديال البنية يعني الشخصية ديالهم، سواء واحد الظروف اللي مضطرين يعيشوها حاليا مكانو ما كيعيشوهاش، فممكن تبان بعض ردود الأفعال عندهم اللي هي هاد ردود الأفعال معروفة عنا اللي هي ناتجة على يعني مواجهة وباء أو مرض أو كارثة. كاين ما نعرف بأن رد فعل مثلا من نوع الاكتئابي، وبالتالي يعني لا ريبونس يعني ديبريسيف او لا رياكسيون ديبريسيف، فهاد لا رياكسيون ديبريسيف او هذا الرد الفعل الاكتئابي فضروري ما يبان عند بزاف ديال الناس اللي هما عندهم استعداد ديال هاد الاكتئابيه، وعيبان عن طريق يعني واحد النوع من الارق، فقدان الشهيه، يعني بطء في الحركيه في التفكير، حزن، يعني انطواء، الى اخره الى اخره. فهذه يعني هذه العلامات السريريه ديال الاكتئاب عتبان على هاد الاشخاص هادو، وبالتالي ممكن يعني يوصلوا حتى لحد باش يجيو يتعالجوا او يتلقوا علاجات. كذلك بعض ردود الافعال من النوع العدوانيه عند بعض الاشخاص اللي هما مثلا عندهم شخصيتهم والبنيه ديالهم يعني مستعده لهذا الشيء وكترشح لهذا الشيء، هاد الناس هادو كذلك هاد العدوانيه عتبان عليهم، سواء كانت عدوانيه كلاميه او سلوكيه، سواء تجاه الذات او تجاه الاسره ديالهم او افراد الاسره او الاخرين، فكذلك هذا من المنتظر باش يكونوا هاد العدوانيين عيبانو. كذلك واحد رد الفعل اللي هو من نوع الاضطهادي، بعض الناس اللي يقولوا هاد الشيء مخدوم، هاد الشيء راه متوجه لنا، هاد الشيء مقصود، الى اخره الى اخره، هاد الافكار او السلوكات الاضطهاديه. كذلك بعض الناس اللي تكون واحد ردود فعل نرجسيه، يعني يحسوا بحال يتجرحوا في الانانيه والشخصيه ديالهم الى اخره، وبانهم ما كانوش منتظر يتقاسوا يعني، او لما كانوا يعني مضطرين واحد النهار يجيو ويجلسوا في البيت الى اخره، وبالتالي في حال واحد نوع من انواع فقدان العمل او فقدان يعني الحركيه او فقدان مثلا يعني واحد النوع من الاستقلاليه، وبالتالي يقدروا يتقاسوا بواحد النوع من الانطوائيه، نوع من واحد النوع ديال كذلك العدوانيه والمرور الى الشجار والخلافات. كذلك بعض الناس اللي يكون عندهم واحد رد فعل اونكسيو او توتر وقلق شديد، مع احساس مثلا بان الانسان يمكن يحمق، يمكن يمرض، يمكن يموت الى اخره، خفقا للقلب، اضطرابات ديال يعني في اضطرابات ديال الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي الى اخره. كذلك بعض ردود الفعل ديال بعض الناس ديال التراجعيه او ريغريسيف، هاد الناس اللي مثلا يرجعوا اكثر اتكاليه واكثر مثلا يعني يفقدوا استقلاليه ويفقدوا عبدوا يعتمدوا على الاخرين وعبدوا يتشكوا بزاف الى اخره. بالمجمل هناك ردود فعل كثيره لهذا الوباء هذا. كذلك هناك بعض المرضى اللي عيبانوا اول مره، ما عمرهم كانوا مرض، وعيقن يديروا لنا ازمات اللي يمكن توصل حتى للبسيكوز او المرض الدهاني، وبالتالي يمكن يضطروا يستشفوا. بعض الناس او بعض الازواج او بعض هذا الاسر اللي يتعرضوا لشجارات ويتعرضوا لخلافات في البيوت ديالهم نظرا لهذا النمط الجديد ديال الحياه اللي ممكن ما سبق لهمش عاشوه، يضطروا يجلسوا واحد 10 ايام او 15 او شهر الى اخره. فهاد الجلس هذا في الدار وهاد الحياه في واحد الحيز زمني ومكاني محدود، وهاد وقعوا بعض المواجهات وبعض يعني المشاحنات ما بين الازواج الى اخره وافراد الاسره، فخصنا نكونوا متوقعين هذا الشيء، وخصنا نكونوا يعني واعيين بهذا الشيء، وخص المنابر الاعلاميه تقوم بالواجب ديالها، يعني الصحه النفسيه الى اخره والاعلام وهذا، باش يوجهوا هاد الناس ويقول لهم راه منتظر باش يوقع هذا الشيء. اذا المجمل
انا الحساب اللي كنشوف هو ان الصحه النفسيه يعني كتختلف على حسب الاشخاص. كذلك اللي كنشوف هو ان الناس حنا الحمد لله يعني المغاربه يعني ماشي متشائمين ديك الدرجه ديال مثلا ديال يعني التشاؤم المفرط هذا. الناس باقا متفائله، الناس متقبله، كاين واحد الاريحيه كيتقبلوا هذا الوباء هذا، يعني مستعدين يتجاوبوا مع المبادرات اللي كتقوم بها الحكومه وكيقوموا بها المسؤولين. احنا المغاربه يعني معروفين يعني بالصبر، معروفين بالشجاعه، معروفين بالايمان الى اخره، ولكن احنا خصنا نكونوا على اهم الاستعداد باش نواجهوا اي اضطراب نفسي بان او اي اختلال نفسي بان، وخصنا نكونوا مستعدين في المستشفى وفي العيادات ديالنا اعلاميا الى اخره، نكونوا مستعدين نوجهوا الناس لان نتقبلوا الشكاوي ديالهم، نتقبلوا الاستشارات ديالهم. وهذا الشيء اللي يمكن لي نقول، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.